الأداء كان غير مرضي، الأداء غير مرضي على الإطلاق، يعني بالنسبة للمنتخب اللي ربما كنعتبره منتخب ضعيف موريتانيا ويقدم هذا المستوى والمنتخب المغربي يحصل معاه، كيفاش غادي نقولوا لو ان هذا اللقاء هذا كان كونتر الكاميرون او نيجيريا او الكوت ديفوار، فرق كبيره، او تونس الجزائر، كنا غادي نلقاو صعوبات كبيره. نداء للجامعه، نداء للمدرب الوطني انه اعاده النظر في بعض اللاعبين وبكل جديه. حقيقه بعض اللاعبين كنشكرهم، الاداء ديالهم كان متميز في الكوب دافريك الاخرى، لعبوا في المونديال مزيان، ولكن الاداء راه ما كيبقاش دائما بنفس الوتيره. المنتخب مازال خاصه الخدمه، وبالنسبه كنشوفوا شوفوا الماتش ديال الجزائر كيفاش كتلعب، مازال خاص خدمه مزيان، وخاصهم يرجعوا للبطوله. البطوله راه فيها دراري زوينين. بالنسبه لشحال من واحد، خاص المناداه تكون انتقاء اللاعبين ماشي انتقاء الاسماء، وهذا هو اللي كاين اخويا. صراحه شنا منتخب اللي ما شناش زعما من شحال من عام، وحنا تنجيو تنتفرجوا في المنتخب، تقولنا حيدنا الصوره الباهته المنتخب، جينا اليوم تنتفاجئوا منتخب باهت بلعابه ناقصين، انتقاء ما هواش، والمدرب تيدير تجري على اللعاب بحال هو ما باغيش ولا هو ما حاملوش. وهادشي ما خصوش يكون في المنتخب، خاصك تجيب اللعاب اللي يستحق يلعب، ماشي تجيب لنا اللعاب اللي تيجي قدام برا وتيجي يزق الكره، هادشي ما مقبولش. خاصنا لعاب مزيانين اللي جاوا المنتخب. صراحه متفاجئين النتيجه اللي سالش بها المقابله. حنا كنا لي فافوري، حنا كنا لي فافوري اليوم نربحوا الماتش. بزاف ديال العوامل، عندنا لعابه في لو نيفو، كنشوفوا موريتانيا عندهم لعابه يعني في دوريات ما عندهمش دي كاليتير، عندهم بزاف ديال لي ديشي تكنيك، ويزو اغيفي باش يديروا معنا ان ماتش نو. لا حشومه، خصنا نعيدوا النظر في التشكيله، خصنا نعيدوا النظر حتى في الاداره التقنيه. ماشي مدرب، ماشي في مستوى، هذا كيمتع شي فرقه صغيره، ما خاصوش يكون مدرب ديال المنتخب. الناس مالين من يوتي تي هكاك، حرام والله الا حرام عليه. حشومه يدي هذيك 80 مليون. المحليين ايكيب الا بغاو المنتخب تكون فريق يديروا ولاد البلاد، راه كاينين اللعابه حرام عليه العربي وبوفال ومزيان وبانون يخليهم باركين، ماشي معقول. بقى خص التجانس، ما كاينش الانسجام، خصو يلعب لنا شي دراري ديال البطوله يدخلهم رسميين. وش غنقول لك، القجع خصو يعاود النظر في المدرب، راه ما مدرب ما تلعبه. ديروا لايك وبارطاجيو الفيديو، وما تنساوش تابوناو فلاشين وتضغطوا على الجرس باش توصلوا بكل جديد ديال ام اف ام سبور.